أسأل الله صباحكم متابعين متابعات قناة شفت بي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة القنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا أجواء مدينة القنيطرة، صباح الخير كل من التحق بنا في هذا الصباح. سنابيل صباح الخير، مرحبا بك معنا ومرحبا بكل المتابعين ومتابعات قناة شفت بي قناة الشعب. كيف ما كتشاهدوا أجواء في هذا الصباح الجميل، فصباح الخير مرة أخرى على الجميع إن شاء الله. كيف ما كتشاهدوا شوارع المدينة القنيطرة بسونتر فيل هو وسط المدينة. إذن متابعين الأفاضل، كيف ما كتشاهدوا معنا الأجواء فهاد الصباح الجميل، فصباح الخير كل من التحق بنا. هذه بتي جاردان اللي معروفة في مدينة القنيطرة. كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين الافاضل. كيف ما كتشاهدوا معنا مثلا الاجواء في هذا الصباح في مدينه القنيطرة، كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين ومتابعات قناه شو تي في، كنتمنى نشوف تعليقاتكم متابعين افاضل. نحن غادي طريق صباح الخير سعد، مرحبا بك معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل من التحق بنا في هذا الصباح، فصباح الخير عليكم. كيما كتشاهدوا هادو لوحات على هادو الجدران،
صباح الخير فاطمة، الله يسعد الصباح. إذن هذه واد سبو كيفما كتشاهدو، هذا هو الشكل ديالو في مدينة القنيطرة. وبهذا الشكل إلا مشينا كنشوفو كنلقاو نفس هذا الرسم هذا، وتبارك الله على الرسام صراحة طبق الأصل. صباح النور سيما فريد، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بكل المتابعين اللي تحكوا بنا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم، هذه جولة صباحية في مدينة القنيطرة في أهم الشوارع ديالها اللي كتواجه بوسط المدينة. كنتمنى نشوف جميع المتابعين والمتابعات قناة شوتي في انهم ينزلوا تعليقات نشوفوا ونشاركوا في هذا الصباح، نقاش في هذا الصباح الجميل. فصباح الخير عليكم مرة أخرى. ثاني فريدينا مدينة خويا، كدير الأجواء عندكم في مدينتكم؟ لا ما كاينش الشوق نهائي، بالعكس كاين جو مشمس. نهائي ما كاينش الشوق. عندكم شي شان نتوما؟ داكوغ، دونك كيفما كيخبرنا انه في فرنسا راه كاينه شي شويه ديال الشتا كيفما شرح لنا السي سليم. ومرحبا بالجاليه المغربيه المقيمه بالخارج بالديار الفرنسيه، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر.
نقول لكم صباحكم مبروك ويوم سعيد للجميع ان شاء الله، وبالتوفيق وعطلة سعيدة للجميع. فكنتمنى انكم تبارتاجيو، الى ملتقى ان شاء الله في لايف اخر.